السلام عليكم ورحمة الله. 50 دولة عربية أو ما يزيد، 50 رئيس دولة عربية أو ما يزيد عن 50 اجتمعوا وما زالوا يجتمعون اجتماعات طارئة للرد على قتل المسلمين في فلسطين. 50 دولة و50 رئيس و50 وزير خارجية ما بيسوا 2 من قادتنا الأوائل قطز والظاهر بيبرس. المجتاح المغول والتتار العالم الإسلامي وقتلوا خليفة المسلمين المستعصم بالله في بغداد في العراق بالتواطؤ مع العلقمي. توجه المغول والتتار نحو الشام وقتلوا المسلمين واغتصبوا وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين في بلاد الشام وسيطروا على فلسطين أرض الإسراء والمعراج. هولاكو أصبح يطلق على نفسه بملك الشرق والغرب من كثرة المناطق التي سيطر عليها، من ثم أخذ بالتفكير بالتوجه إلى أرض الكنانة إلى مصر، فبعث إلى مصر برسالة محملها لأربع رسل إلى قطز والظاهر بيبرس في أرض الكنانة. فاجتمع قطز والظاهر بيبرس هم التنين، ولكن اجتماعهم بسوى كل اجتماعات 50 رئيس دولة عربية. فاتخذ قرارات قطز والظاهر بيبرس، كان من قراراته قتل الرسل المغولي الأربعة وتعليقهم في وسط القاهرة، وكان من قرارات هو الإعلان النفير للجهاد، ومن قراراتهم أيضا التوجه نحو فلسطين ويكون القائد المباشر قطز والظاهر بيبرس على رأس الجيش، والتقوا في معركة عين جالوت وقضي على التتار والمغول. هكذا تتخذ القرارات وهكذا تعقد المؤتمرات، ليس كالمؤتمرات التي يعقدها 50 رئيس دولة اللي مؤتمراتهم بحقيقتها هي مؤامرات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا ترد حقا ولا تنصر مظلوما.